عندما تقرأ هذه الأيام هناك لجنة اسمها لجنة الحقوق الدينية بالكونجرس الأمريكي. هذه اللجنة الأمريكية الخبيثة أتت إلى مصر عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان تفتش على مصر. عارف كده المدرس اللي بيخش على المفتش، انت يا جدع فين كشكول التحضير او تسعاده البيت، بس انت عملت الخط ده مايل ليه؟ معلش المره الجايه هعمله مستقيم. طب بس الواو بتاعتها ديت مش معمول، حاضر هعدل. طب والتاء دي مش محطوطه نقطتين ليه؟ حاضر. مفتش بقى، مفتش ولابد يسمع كلام، لان في النهايه بيكتب في الدفتر ان الملاحظات بتاعته، وهناك في الدفتر على بوابه بيكتب برك ملاحظاته، والدفتر اللي مع المدير بيكتب ملاحظاته، ودول بردك بيكتبوا في الدفتر هنا ودفتر هناك في الكونجرس، وبيكتبوا دفتر في الامم المتحده، عندهم بردك زي دفاتر. جايين يفتشوا في بلادنا على ماذا؟ بيفتشوا يقول لك ان مصر تمارس القمع الديني ضد النصارى. القمع الديني، سبحان الله، ماذا احنا يا ريتنا نعامل في بلادنا كما يعامل النصارى. يا ريتنا اتنين، واحد متسنن والتاني نصراني، والاتنين طلعوا الاوائل على الدفعه. الاتنين دول بتتبعت اوراقهم للامن، استطلاع الامن. مين اللي بيجي ورقه قبل التاني؟ ومين اللي بيعين قبل التاني؟ سبحان الله، سبحان الله. لو في هناك كمين موجود وقسيس وشيخ، مين لا يقف؟ ومين فين البطاقه بتاعتك وفين وفين؟ هي ديت. إنهم يعيشون عيشة كريمة في ديارنا لأنهم من أهل الذمة، ولم يحدث ضدهم أي اعتداء مطلقا. فنحن كمسلمين متسننين نقيم شرع الله، ومن جملة شرع الله ألا نعتدي على نصران، ولكنهم يريدون دمارا وخرابا في ديارنا.